احتفل سلاحه الجوي السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود والمجندات المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. الاحتفال اشتمل على عدد من الفقرات التي أدها الخريجون والخريجات، كما تم تسليم جوائز تقديرية للحاصلين على المراكز الأولى. رأى حفل التخريج اللواء الركن طيار متقاعد مطر بن علي العبيداني.